يقول أحسن الله إليكم: هناك من إذا حذرناهم من قراءة كتب بعض المنحرفين في العقيدة كسيد قطب وغيره احتجوا بأن العلامة ابن باز قد شبع فيه قبل 40 سنة وقت قتله، وأن أن ابن باز قد شفع فيه قبل 40 سنة وقت قتله، وأن إذاعة القرآن كانت تنشر تفسيره، وأن كتبه كانت توزع في المدارس، فكيف نرد على هذا؟ هذا ليس حجة، إذا كان فيه خطأ فالخطأ مردود، والذين ذكرت أنهم أيدوها وأنهم ما دروا عما فيه، ما دروا عما فيه. نعم. وأما أن ابن باز شفع له، هذه شفاعة حسنة في مسلم عرض للقتل، فهي شفاعة حسنة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تنصح بقراءة تفسير سيد قطب في ظلال القرآن؟ ما حدنا الله عليه. عندنا التفاسير الصحيحة المفيدة، ما حدنا الله على تفسير سيد قطب أو غيره من المعاصرين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وجدت كتابا في المكتبة في عنوانه حقيقة لا إله إلا الله، تأليف المودودي وسيد قطب وصالح الفوزان، هل اطلعتم على هذا الكتاب وما رأيكم فيه؟ نعم، اطلعنا على هذا الكتاب، وهو جمع بين المتناقضات، وكأنهم يريدون أن يروجوا فكر المودودي سيد قطب، لأنهم من أقطاب الإخوان المسلمين، فهم يريدون ترويج رأيهم في لا إله إلا الله وأنها الحاكمية، هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هناك خطيب بمسجد في هذه البلدة ينقل عن سيد قطب صاحب ظلال القرآن، فهل تنصح بالحضور له؟ ويقول: هناك من يجتهد في نشر كتب حسن البنا وسيد قطب في بلادنا ليبيا، فبماذا تنصحونه وتنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا. اسلم. أولا، أنا قرأت كتب سيد قطب في ظلال القرآن والعدالة الاجتماعية وعدد من الكتب التي كتبها وكتب الأدب التي كتبها قبل أن يكون يسعى في أمر الدعوة، فكتبه في الحقيقة ليست كتبا حجة في العمل. وكذلك حسن البنا، التصوف أمره سهل عندهم، ثم هم أيضا ليسوا على المنهج الإسلامي حقيقة، هم يزعمون أن المسلمين ما فهموا الإسلام كما فهموه هم، وهم قالوا ذلك في كتبهم، وهم في دعوتهم لا تجد أحدا منهم يدعو إلى إخلاص العبادة لله، ولا أحدا يحذر من التمسح بالقبور، وإنما يريدون تكثير الجماعة وتوسيع الدائرة واستسلام زمام الحكم، ويلزم المتنطعون منهم أنه إذا حكموا أصلحوا الناس، فالذي لا يصلح نفسه في البداية لا ينتظر منه إصلاح الآخرين. ثم كتب سيد قطب، سيد قطب تجرأ، الله نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين، تجرأ في انتقادات تجهيل، ويجهل كليم الرحمن موسى عليه السلام إلى غير ذلك من أقواله في كتابه في ظلاله ثم ظلال القرآن، صلى الله المستعان. نصيحتي أن تنصح الناس أن لا يسلكوا مسلك الإخوان المسلمين. أنا كنت في كلامي في قناة المجد قبل أن يحصل منع من حديثي فيها، كنت أدعو الله أن لا يتولى أحد من الإخوان المسلمين زمام سلطة في البلاد الإسلامية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.